يعطيك العافيه. مبدا رجال طيب. ابو رشيد ما سمعنا لك شيء له، نبي شيء للحايل وهالحايل. والله يا طال عمر انتم جبتوا عن النسوان وجبتوا عن الجوع والسنين القديمه. اي. كان رحمه الله عليها وموتاي وموتاكم وموت المسلمين، كان ضرب مجاعه نقد من حايل الى الحسا، ما تلقى اللي عنده لقمه عيش. الله اكبر. الحلال هفا. اي نعم. دهور. قلب القضى الغنم قضى ونزل والبدو على المدن. وامر الملك عبد العزيز رحمه الله عليه وعلى موتاي وموتاكم انه يفتح مطعم بحايل ومطعم بالقصيم ومطعم بالحسا ومطعم بالرياض. اي نعم. اللي بحايل مطعم التكيه، وكلمه التكيه هذه تركيه ما هي عربيه. اي. واللي بالرياض ثليب. حطوا اسمه على اسم رئيسه اللي هو ثليب. الله اكبر. وين تغديت؟ مطعم ثليم. وين تبي؟ رايح لمطعم ثليم. شهر المطعم باسم ثليم. الله. والبدو اللي بحايل نزلوا على الديره، ويطلع واحد رحمه الله عليه بجبل عيرف بوسط الديره، يوم صعد براس الجبل لما يشوف بيوت الشعر من قصر بمساعد الله يعفو عنه وعنه اللي جبل عقده، ومن قصر بمساعد الى الرصف، ومن قصر بمساعد الى مشار، البيت على البيت. الجو. أمر الملك انه يذبح لهم بحرين ويذبح لهم بقر ويذبح لهم اللي هم يقضبون، ولقى المغرب يفتحون الباب يخلون الناس ياكلون. اللي عنده شايب ما يقدر يجي، او عنده عجوز ما يقدر يجي، يحط ثوبه ولا فروته هدر الصحن وياخذ اللي حقه ويقضب ويروح ويم محله. اي. طلع رجال اسمه عبد الرحمن الزيد الجر الله بجبل عيرف لمر البيوت مثل الشجر بيت على بيت، قال لهم شرب حبي راس عير فرقينا. الله اكبر. وشربت راس اللي على الدور نابي. نابي. نظرت يمة قص العطب اليمين الناس مثل الحشر يوم الحساب محارم مثل الدب اشلح حنينه قبل المشي بالشيء منها بدابي. الله. وهذه سنه ما هي بكل سنينا. اقفت على الاجواد مع كل البابي. دارت الحياه فوق انا لابلينا وعشان اديب الفرج لها منابي. هاد. يرخص مساعرنا ويرجع علينا. بشعود ابو تركي عزيز الجنابي. كل يقول بحالك ما درينا، وبو جميع اللي بنقد درابي على مضيف وسنهم حادرينا، ينصى واحدهم بلي ذهابي، ولو ابو تركي كان والله فيني واطلب عساله عند ربه ثوابي. رحمه الله عليهم كلهم. باقي القصيده والله ما انا حافظها، لكن ادري اني حافظها من قديم المسجد. هذه كفايه والله، لو ما البيت الاخير بس في ابو تركي الله يجعله في الجنه. الله يحرمهم عن النار كلها. سلطان في بيت متداول خابر، يقولون حياة ابن مساعد الله يعفو عنه وعنه، يقول لما انه قام يقول من قال بالناس قالوا ومن عاد تاتيه ايالي. ذي حكمه ذي من اللي قايله هذه؟ ما ادري اسال. بيسال اقرب الناس لك هذا محمد الحداري عمام مضاوت الكتاني. اي محمد الحداري الله يحفظه. البيت هذا يقولون انه دائم بفم ابن مساعد لما انه قام وجت مشاكل تخبر مشاكل الناس، قال من قال بالناس قالوا ومن عاد تاتي عيالي. هذا الصحيح. هذا كلام محمد الحداري الله يغفر له. هذا محمد الحداري مساق حالحين ساكن وعلومه طيبه، وهذه من هذا القصيده للحداري قالها في ابن معيش. اي الله الله عاد ما تاليها خلاص. هذه بيوت الحكم. جبتوا عن النسوان وعن الحريم الطيبه وعلى القديمه اللي راحه. اي نعم. ايوه عوض مشينا، انت بتعود تردنا ريوس. ما سمعت ارد. اقول انت عدينا، لكن يلا ردها مره ثانيه. عطنا عطنا الزيمع رحمه الله عليه له ابيات الله يعطيك العافيه، يقول فرقك ان البيض رجلي وخيالي مثل فرق السلمنيره وربيه. اي نعم ربيه. اللي قبله يقول منهم تسوى 80 بكره. اي نعم. ومنهم ما تسوى عقال قعود. ومنهم جنات تدارج نهوره. الله. ومنهم نيران بلاي وقود. اعوذ بالله منها. ومنهم منتهي وهي الغنى، ومنهم من تنحلغنا بعمود. اعوذ بالله. الله يغفر لهم ويجعلهم محرمين عن النار. ولا ترون والله ما اسمع ما رجيت تبون نبوه عليه.